أصدقائي اللي عندهم سكر، أنا الآن وش قاعد أسوي؟ قاعد أمشي وقاعد أتعرض إلى الشمس اللي قاعدة تعطيني الآن هنا فيتامين دال. الشخص اللي عنده السكر وش يستفيد من هذه النقطتين؟ ترها جاية سوا مع بعض وانت كده مريح بس تمشي. فيتامين دال مرتبط انخفاضه بمقاومة الإنسولين، ومرتبط انخفاضه بقلة مستوى الإنسولين في دمك. بمعنى لما أخذ لي فيتامين دال، انتوا تعرفون 20 إلى 30 دقيقة بتعطيني 20,000 وحدة دولية من الله بلاش، 20 إلى 30 دقيقة من الشمس يعني. فبفيتامين دال هذا الإنسولين عندي إطلاقه وإرساله في الدم يعزز. اثنين، ممانعة الإنسولين، رفض جسمي للإنسولين يقل بفيتامين دال بالشمس. هذا رقم واحد. ورقم اثنين، المشي. الآن وأنا أمشي في عضلاتي في عضلاتك أشياء تبع الإنسولين، أوكي؟ فبالمشي تقل ممانعة الإنسولين، وفي نفس الوقت تزيد حساسية الجسم للإنسولين. خلينا نسميها بين قوسين عشان ما نلخبط، كفاءة الإنسولين. بدل ما كان جسمي يستخدم كذا إنسولين للوجبة، يعود يستخدم كذا، وهذا الشيء رائع جدا يريح عندي البنكرياس. شفتوا الفوائد كلها هذه؟ ترى بس عشاني أمشي في شمس. طبعا قبل 9:30 صباحا أو بعد صلاة العصر، هذه الأوقات ممتازة جدا. صديقي اللي عنده السكري، واحد أو اثنين، فيتامين دال مهم جدا جدا للتحكم في سكرك، واحصل عليه مجانا من هذه. وصلت الرسالة؟ ولا تنسى فائدة المشي، هذا الكلام مثبت علميا.